الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: باب بيان كثرة طرق الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أن الأعمال الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، على أن الأعمال الموصلة إلى الله عز وجل أعمال متنوعة، وأن طرق الخير التي يصل بها العبد إلى ربه عز وجل هي طرق كثيرة، هي طرق كثيرة. فالعبد قد يصل إلى الله تبارك وتعالى بمحافظته على الصلوات، وبمحافظته على الفرائض، وبإتقانه لما أمر الله عز وجل به، وبمداومته على الصيام فرضا ونوافل، وبمداومته على الصلاة فرضا ونوافل، وبغيرها من الأعمال. فالطرق التي توصل العبد إلى الله تبارك وتعالى طرق كثيرة، وهذه الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الطرق التي توصل العبد إلى الله عز وجل أسها أن يكون العبد متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الطرق المختلفة كلها تمر بطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها مختومة بختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك السبيل الموصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنة الله عز وجل هو طريق واحد، هو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الطريق نوع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال، فالأعمال الموصلة إلى الله تبارك وتعالى أعمال كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 آيات تدل على تنوع سبل الخير. أولها قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ودلالة هذه الآية أن الله عز وجل ذكر الخير منكرا، ذكر الخير منكرا في صياغ إثبات، وهذا من إحدى طرق العموم. فالله عز وجل عمم كل خير، المعنى كل خير تفعله الله عز وجل به عليم. ومعنى علم الله، ومعنى علم الله تبارك وتعالى هو علم المجازات، أي ما من عمل تعمله تتقرب به إلى الله عز وجل إلا ويجازيك الله تبارك وتعالى عليه، إلا ويجازيك الله عز وجل عليه. وأيضا الدليل الثاني قول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذه الآية كسابقتها ذكر الله تبارك وتعالى فعل العبد للخير، والخير منكرا في صياغ إثبات يدل على عموم الخير. فكل خير يفعله العبد فالله عز وجل يعلمه، والله تبارك وتعالى يعلمه، بمعنى أن الله عز وجل يجازي عليه. فالخير وإن كان يسيرا فالله تبارك وتعالى يجازي عليه،
وإن كان عظيما فالله عز وجل يجازي عليه سبحانه وتعالى. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا الدليل أيضا ذكر الله تبارك وتعالى فيه أن العامل عمله وإن كان يسيرا سيجد على هذا العمل اليسير وإن كان كالذر سيجد عليه يوم القيامة أجرا عند الله تبارك وتعالى خيرا يره، يجد هذا العمل اليسير خيرا عند ربه تبارك وتعالى. الدليل الرابع قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. وهذا الدليل حث الله تبارك وتعالى فيه العامل على العمل. من عمل صالحا فلنفسه. والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه أمران اثنان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عمل عملا أخلص فيه لله عز وجل واتبع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيجد هذا العمل نافعا له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعين صانعا، وجاء في لفظ آخر: تعين ضائعا، تعين ضائعا أي ذا ضياع من فقر أو عيال. والصانع هو صاحب الصنعة. قوله: أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يتقن ما يحاول فعله، هو الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من علو همة، فقد تنوعت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على معرفة أفضل الأعمال. فقد جاء أيضا في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وهنا أبو ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى حتى يعملوا به ويلتزموه ويتقربوا إلى الله تبارك وتعالى به. هذا الحديث فيه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل، وهو الأساس لقبول جميع الأعمال. لذلك لو أفنى الواحد عمره كله حتى يصحح إيمانه بالله تبارك وتعالى ما كان مضيعا لعمره. والإيمان بالله عز وجل أصل يندرج تحته
أربعة أمور: أولها الإيمان بوجود الله، ثانيها الإيمان بربوبية الله، ثالثها الإيمان بألوهية الله، رابعها الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه الأربع يتكون منها الإيمان بالله عز وجل الذي هو أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأفضلها وأقربها، فلا أحد يصل إلى الله عز وجل بمثل من وصل إلى الله تبارك وتعالى بتوحيده. وحسنة الإيمان بالله تبارك وتعالى ليست كغيرها من الحسنات، فالانشغال بهذه الطاعة العظيمة يرفع الله عز وجل بها العبد في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإيمان بالله عز وجل، بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه أن النفقة في سبيل الله وعتق الأنفس في سبيل الله كذلك من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، فالصدقات التي يتصدق بها أصحابها من أنفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وما أنفق منفق في سبيل الله عز وجل إلا وقد اقترن بإنفاقه جملة من العبادات: حسن ظن بالله تبارك وتعالى، ورجاء خلف من الله عز وجل، وانتظار أجر منه سبحانه وتعالى. فهذا المنفق في عمل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا المنفق في عمل يتصف الله عز وجل به، فالله تبارك وتعالى كريم يحب الكرم، منفق يحب المنفقين من عباده، فما دخل داخل على الله عز وجل بمثل إنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى وبمثل إنفاقه في سبل الخير المختلفة. هذا الحديث فيه كذلك الحث على مساعدة من يحتاج إلى عون، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وإعانة المسلمين كذلك من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه قاعدة نبوية: ما أعان أحد عباد الله عز وجل إلا أعانه الله تبارك وتعالى. والعون من الله عز وجل يكفي أنه عون من الله عز وجل، يعني يكفي أن يحث على إعانة الناس أن الله يعين من يعين، ويكفي في معرفة إعانة الله تبارك وتعالى للعبد أن العون يكون من الرب الكبير سبحانه وتعالى مالك الملك. هذا الحديث فيه أن من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل كف الأذى عن الناس والامتناع عن إيصال الشر إليهم، وفيه أن الإسلام جاء لعتق الرقاب، لذلك جعل عتق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة جعل من الأعمال التي هي من جملة الكفارات. فالإسلام يتشوق إلى الحرية ويتشوق إلى ترك الرق، وفيه كذلك استحباب صبر العالم على تلميذه وعلى رفيقه،
أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاد عليه وكرر السؤال، وفي كل يجيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هديه وخلقه عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل، قال ثم أي، قال ولو استزدته لزادني، يعني لو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزاده النبي عليه الصلاة والسلام، ولما امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جوابه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قلنا الأخرق هو الذي لا يتقن ما يحاول فعله، الذي لا يتقن الأعمال التي يحاولها يسمى أخرقا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي كل مفصل وعظم، والإنسان في جسده 360 مفصلا، في جسده 360 مفصلا. هذه المفاصل وحركتها ويسر هذه الحركة وعدم أذيتها لصاحبها تحتاج أن يشكر العبد عليها الله تبارك وتعالى، فيتصدق لله تبارك وتعالى عن كل سلامة بصدقة، فيحتاج أن يشكر الله عز وجل وأن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة. لكن جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا واحدا يكفي عن هذه الأعمال، وهي ركعتان من الضحى. جعلت هاتان الركعتان في الكفاية عن الصدقة لكل سلامة، لأن الذي يصلي في الضحى يحرك جميع مفاصله، فكانت هاتان الركعتان كالثمن على تلك الصدقة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. قوله كل تسبيحة يعني قول سبحان الله، وكل تحميدة قول الحمد لله، وكل تهليلة قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة قول الله أكبر. هذا الحديث فيه تنوع سبل الخير، فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، وقول لا إله إلا الله صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والصلاة لله عز وجل صدقة. فهذه الأعمال كلها توصل إلى الله تبارك وتعالى، وهي طرائق خير مختلفة توصل إلى الله عز وجل. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من الصدقات، وفيه فضل ذكر الله تبارك وتعالى، وفيه سعة رحمة الله عز وجل بعباده. لا يستطيع العبد أن يتصدق بهذه الصدقات ب360 صدقة، فجعل الله عز وجل له أذكارا يسيرة لا تكلفه شيئا، وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، بل جعل له ركعتين من الضحى تعادل 360 صدقة. هذا الحديث فيه فضل ركعتي الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قوله صلى الله، ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: عرضت علي أعمال أمتي الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النخاعة تكون في المسجد، يعني البصاق الذي يخرج من أصل الفم مما يلي النخاع، تسمى نخاعة وتسمى نخامة بالميم. هذا الحديث فيه اطلاع الله تبارك وتعالى على أعمال أمته: عرضت علي أعمال أمتي. فالله عز وجل مطلع على جميع أعمال أمته. وفيه أيضا أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأعمال، وفيه أن الأعمال تنقسم إلى حسن وسيء. فالعمل الحسن هو كل عمل خير وإن كان يسيرا، والعمل السيء هو كل عمل شر وإن كان يسيرا كذلك. وفيه الحث على الإكثار من أعمال الخير، وفيه أن من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إماطة الأذى عن الطريق في عدة نصوص. قال: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفيه الحث على احترام المساجد وتطهيرها وتنزيهها من القاذورات. فتعظيم بيوت الله عز وجل مأمور به شرعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع عنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور الأموال، واحدها دثر، وهو الثرى والمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به الحديث. قوله أهل الدثور، الدثور هي الأموال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في بضع أحدكم، البضع هو الجماع أو الفرج، وكلاهما يصح إرادته في هذا الموضع. هذا الحديث فيه تنافس المسلمين في العهد الأول على الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، وفيه تنوع أبواب الخير التي توصل إلى الله تبارك وتعالى، وفيه سعة مفهوم العبادة
التي يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها في الإسلام، وأنها تشمل كل عمل يقوم به المسلم بنية صالحة وقصد حسن، ولو كان هذا العمل من الأعمال العادية المباحة، وفيه أن العمل المباح إذا نوى به العبد التقرب إلى الله تبارك وتعالى أجر عليه، أن العمل المباح إذا نوى به العبد التقرب إلى الله تبارك وتعالى أجر عليه، وكما قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي. وفيه ما كان عليه فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن الأقنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينافسون الفقراء في الأعمال المختلفة المقربة إلى الله تبارك وتعالى، ويزيدون على ذلك أنهم يتصدقون بمالهم، وصدقتهم بمالهم جعلت الفقراء يغبطونهم على ذلك، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له أنهم لا يصلون إلى ما يصل إليه الأغنياء، لأنهم ما من باب ينافسون فيه في طاعة من الطاعات إلا وجدوا الأغنياء معهم في هذا الباب، وللأغنياء أموال يتصدقون بها ليست للفقراء، فبهذه الأموال يسبقونهم إلى الله تبارك وتعالى، فكأنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصهم ببعض الأعمال حتى يسبقوا بتلك الأعمال الأغنياء كما سبقوهم بالتصدق بفضول أموالهم، ما أرادوا أن يسبقهم أحد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من علو همة الصحابة رضوان الله عليهم، فالواحد منهم يريد أن يكون ذا مقام علي عند الله تبارك وتعالى، ويريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى بأعمال لا يسبقه عليها أحد، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما فضل الله عز وجل به الأغنياء بالمال هو فضل منه يتفضل به على من يشاء. وفيه أن الأحكام الشرعية يخاطب بها كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، وأن الإسلام لم يفرق بين غني وفقير في الأحكام التي أمر الله عز وجل بها. هذا الحديث أصل في إثبات حجية القياس، وفيه رد على أهل الظاهر الذين نفوا القياس، الذين ينفون أن يكون في الشرع قياس، هذا الحديث حجة عليهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس جعل الشهوة في الحرام على جعلها في الحلال، وهذا قياس صحيح مكتمل الأركان، والقياس أجمعت الأمة على إثباته إلا ما كان من بعض أهل الظاهر أنكروا أن يكون هناك قياس، ولا حرج في استعمال القياس كحجة شرعية ودليل صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
الوجه الطليق هو الوجه الضاحك المستبشر. وقوله عليه الصلاة والسلام يعني لا تحقرن، يعني لا تستقل، لا تجعل هذه الحسنة حسنة قليلة فتحتقرها. هذا الحديث فيه الأمر بعدم الاستهانة بأي عمل من الأعمال ما دام يقرب إلى الله عز وجل، ما دام العمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفيه استحباب إدخال السرور على المسلمين لما في ذلك من تحقيق الألفة بينهم. وفيه أن الابتسامة في وجه المسلم ياجر الله عز وجل عليها صاحبها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني هذه حسنة يسيرة جدا كحسنة ذكر الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.